بسم الله الرحمن الرحيم. نختار لكم من معنى القصيد لشاعر معروف وعلم من أعلام الشعر النبطي، وهو الشاعر مرشد بن سعد بن بذال الرشيدي. ولقد ولد شاعرنا بالكويت في حولي سنة 1910 ميلادي، وتوفي رحمة الله عليه سنة 1990 ميلادي. والمعروف أن الشاعر مرشد البذال الله يرحمه من أعلام الشعر النبطي، وجميع الشعراء الكبار اللي التقيت فيهم يقولون ما نرى أحد أفضل من مرشد البذال بالشعر، وشعر أيضا شعر النظم وشعر المحاورة. هم نتكلم عن هذه القصيدة اللي على بحر الهجين الطويل، نذكر بعض أبياتها ونشرف بعض أبياتها، بعض الأبيات مو قصيدة كاملة. ويقول يعل عد النزل خلي على بيره، يسقيه من مدل هم النو هتافي، ياخذ له أيام سايلة عثاميره، واللي يشوف المحاجر نقعها صافي، لنن عقب الحياة تنعم نواويره، يصير مشتى ومرباع ومصيافي. طبعا هذه مقدمة القصيدة، مبدأ القصيدة، ونشرح بعض الكلمات الموجود فيها. يقول يعل عد النزل خلي على بيره. العد هو الماء الدائم الذي لا ينقطع، والعد عند العرب هو العبارة الارتوازية. وفي الحديث الطويل الذي رواه البخاري وغيره من الأئمة يقول نزلوا أعداد مياه الحديبية، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان في السابق في الكويت يقول كبار السن، يقول اللي قرأته بالكتب، يقول كان البياع الماي في الكويت يقول عد يدش بين الشوارع وبين الطرق، ينادي بصوته يقول عد يقصد الماء، وكان يمزحون الأطفال وياه يقولون رد يعني ارجع بالطرق المسح. طبعا العد معرفنا، والبير هو نفس العد، لكن البير هو الذي لا يعلم له مالك ولا يعرف ولا يعرف من اللي حفر البير، هذا البير. ويقول مدلهم من نو، يقصد السحاب الأسود المظلم، ومعنى النو الغيم إذا غطى السماء. وقالوا وبعض الناس يقولون أنه هو المطر الشديد، والهتاف هو الصوت القوي، صوت المطر صار قوي. ويقول ياخذ له أيام سايلة عثاميره، واللي يشوف المحاجر نقعها صافي. السيل معروف هو مع المطر الجاري، والعثامير هي التلال، وهي ما ارتفع من التراب ويكون عرض ظهرته نحو 10 ذرع، ما تكون كبيرة، ما ارتفع من التراب ويكون لها ظهرة ما هي عريضة، يعني عريضة واجد، وتكون يكون من حجارة متماسكة بعضها ببعض. هذا التل أول عثمون أول عثامير. ويقول شاعرنا لنن عقبال حياة تنعم نواويره، يصير مشتى ومرباع ومصيافي. لنن عقبال الحياة، الحياة المطر، وتنعم النواوير، نواوير زهور النباتات البرية. مشتى ومصياف ومرباع، المقصود يجلسون البدو من كثر المطر والخير والربيع، يقعدون فيها الموسم كله، بشتى والمرباع والصيف. يقول أظن في قرب خلي يا ملاخير، ولا تفاريق منها القلب يلافي. هذه معنى دخل في موضوع القصيدة، أخاف من ساعة تقرش مظاهيره، انخايله ومن بروقه وسم كشافي. طبعا تقرش مظاهيره تمشي مظاهير البدو، والمظاهير هو شديد البدو، فلبل المحمله للرحيل الى مكان الرعي ولا في الصحاري. وخايله ويقصد البدو اذا راوا السحاب. المخيله او المخيله والمخيله هي التي تهيئت السحاب، اللي تهيئت للمطر وترعد تبرق، أو التي إذا رأيتها حسبتها مطر، هذا يسمونها المخيلة. برق معروف، والوسم وقت نزول الأمطار، ويبدأ الوسم من تاريخ 15/10 إنجليزي إلى دخول المربعانية قبل دخول المربعانية بيوم 5/12. ألين قال الشاعر أروح في ديرة والزين في ديرة، والرود من بيننا ما عاد ينشافي، لو أطمع أنه يعزيني هوا غيره، ما كان حاتيت فرق زين لو صافي. وعاد آخر بيت يقول خلى ضميري مثل عش النزع طيره، لولا غروق الجبل حول به السافي. يقول الشاعر خلى ضميري مثل عش
نزع طير عش مهجور. ولولا غروق الجبل، الغروق هي اللي تكون على الجال مثل الغارات الصغيرة، الغار الصغير. ولنا في مكان في الكويت على جال الزور في المطلع يسمونه غروق، والصافي هو الرمل الناعم اللي يصير داري من الرياح، يدري من الرياح. وهذه بعض معاني الكلمات في القصيدة، وهذا ما جمعناها من بعض الكتب أو سألت كبار السن، وأرجو السموح إن كان في خطأ أو كلمة لفظتها غلط لصعوبة بعض الكلمات أو شيء. وجزاكم الله خير. وهذه قصيدة مرشد بن سعد البدال الرشيدي، وهذا معنى القصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.